نقترب بإذن الله من حلول شهر رمضان المبارك. تعودنا في رمضان على الكثير من العادات، على الكثير من السلوكيات، على الكثير من الأمور التي نتذكرها بكثير من المشاعر الجميلة ومشاعر الاشتياق إلى هذا الشهر المبارك. العام الماضي مر الشهر المبارك بتحديات، مر بتجارب جديدة علينا جميعا لم نعهدها في أي شهر رمضان سبقها في حياتنا، لكن هذا العام يعود رمضان. هل نعود بدون سلوكيات وبدون احترازات؟ لا طبعا، ما دامت الجائحة موجودة يجب أن نعود باحترازات. نحمد الله أن لدينا ظروف وفهم أفضل بكثير من تلك المراحل في الجائحة، ولكن تعودنا في رمضان أن يكون لدى البعض سلوكيات وإقبال معين على التسوق، إقبال معين على المطاعم. المهم دائما وأبدا أينما ذهبنا ولأي نشاط أن نتقيد بالاحترازات بكل دقة.